إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون الأخيار، في خضم الحياة والفتن والمحن والمشكلات التي يمر بها الإنسان في صباحه ومسائه، وفي كثرة ما يعانيه الناس، يحتاجون إلى مدد وعون من الله جل وعلا، ليكون بلسما يداوي جراحهم، وليكون نورا يضيء ظلمات قلوبهم، وليكون عونا لهم على همومهم ومشكلاتهم وما يمرون به من فتن ومحن. لذلك كانت الصلاة بحق سببا عظيما، إذا أحسن المسلم اغتنامه واستثماره والاستفادة منه كانت نعم العون، يطمئن إليها قلبه، ويخشع فيها فؤاده، وينطرح فيها بين يدي ربه يناجيه ويدعوه ويخضع له ويستكين له، فتذهب همومه وغمومه، ويستريح من معاناته ومشكلاته. هذا إن كان له نصيب من الصلاة الحقيقية التي أمر الله بها. ولذلك جاء عند الإمام أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر، إذا حزبه أمر أي إذا أهمه أمر أو أزعجه، ماذا يفعل؟ ماذا يصنع؟ يتذمر، يتسخط، يشتكي، يجلس في زاوية يندب حظه؟ لا، كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فزع إلى الصلاة، لأنه يجد فيها السلوى والعزاء والطمأنينة، بل يجد فيها الفرح والانشراح والسرور والحبور. نعم والله، إنها منحة ربانية وعطية إلهية
امتن علينا بها رب البرية، لكن هي منحة لمن عرف قدرها وأدرك قيمتها وعظم شأنها وعرف منزلتها في دين الله. ومعنى ذلك أنه سيولي صلاته عناية خاصة ويجعل لها في حياته اهتماما بالغا، يضرب مواعيده ويرتب أوقاته ويجعل برامجه وفق صلاته. ماذا أقول وعن أي شيء أتحدث وبماذا أذكر في شأن هذه العبادة العظيمة الجليلة؟ لا يخفى على علمكم أن منزلتها من الدين منزلة عالية سامقة، فإنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، فقد جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، أركانه دعائمه أصوله العظيمة خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. إن من تعظيم شأن الصلاة وجليل قدرها أنها العبادة الوحيدة التي شرعها الله عز وجل فوق سبع سماوات، والتي خاطب بها نبيه صلى الله عليه وسلم مباشرة من غير واسطة. قد ذكرت ذلك قبل جمعتين في حديث الإسراء والمعراج، حين فرض الله عز وجل الصلاة خمسين صلاة فنقصت حتى صارت خمسا، ونادى الله عز وجل نبيه: إني قد أمضيت فريضتي، ولا يرد القول لدي أنها خمس وهي خمسون، أي في الأجر والثواب. أي فضل وأي أجر وأي خير في هذه الصلاة، لكن لمن عظم شأنها وأدرك قيمتها وعرف شرفها واهتم بوقتها وخشوعها وركوعها، فحين ذلك هنيئا له، فقد نال سببا عظيما من أسباب المغفرة. ولذلك جاء في صحيح مسلم من حديث أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. تخيل معي هذا الفضل، الدهر كله أي عمرك كله، كلما حضرتك صلاة مكتوبة حان وقتها فعظمت شأنها وأحسنت وضوءها وخشوعها وركوعها، كانت كفارة لما قبلها من الذنوب. ومعنى كفارة أي أنها تكفر ما قبلها، ومعنى تكفر أي أنها تغطي وتستر وتمحو جميع الذنوب التي كانت قبلها ما لم يؤت كبيرة. الكبائر لها شأن آخر كما سيأتي شيء من بيانه، وذلك الدهر كله، وذلك الدهر كله، كلما حضر الصلاة فعظمت شأنها وأحسنت وفادتها وتوضأت لها وخشعت فيها
كانت كفارة لما مضى من ذنوبك. ويزيد الأمر بيانا ما جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ هل يبقى من وسخ ثيابه أو بدنه شيء؟ إذا كان يغتسل من نهر جار كل يوم 5 مرات قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. ما أعظم الله وما أجله جل في علاه. وقد اختلف العلماء في هذا الحديث، فهل هو على ظاهره لا يبقى من درنه شيء ويمحو الله به الخطايا كلها؟ فبعض أهل العلم يرى هذا الظاهر ويقول بأن الصلوات 5 يمحو الله بها جميع الخطايا الصغائر والكبائر، ولكن الصواب ما ذهب إليه الجمهور وهم أكثر أهل العلم، أن المراد بالخطايا التي تمحى ما عدا الكبائر، فالكبائر لها شأن آخر. والدليل على ذلك ما سبق آنف من حديث عثمان: ما لم يؤت كبيرة. وأيضا ما جاء في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهن إذا اجتنب الكبائر. إذا اجتنب الكبائر، فالكبائر مردها إما إلى توبة نصوح أو إلى رحمة الله، يعني لا تغفر ولا تمحى إلا بأن يتوب صاحبها توبة نصوحة أو أن يرحم الله مرتكبها، وإن شاء الله عز وجل عذبه بقدر ذنبه وبقدر كبائره، ثم مآله قطعا إلى الجنة، نسأل الله عز وجل من فضله. هذه الصلاة هي بحق من نعم الله عز وجل علينا، ولكن لما قست قلوبنا وغلظت أكبادنا وامتلأت أفئدتنا بمحبة الدنيا لم ندرك قيمتها ولم ندرك حلاوتها ولم ندرك خشوعها. فأي بلاء يفوت عبدا من عباد الله أعظم من أن يحرم من الخشوع بين يدي الله حين يضع جبهته على الأرض ويستحضر أنه قد خضع لله ويرى بقلبه ربه عز وجل ويناجيه ويخاطبه ويدعوه ويسأله. أي فضل وأي عطاء! بل إن الله جل وعلا ذكر هذا الإنسان ووصفه بأوصاف ذميمة، منها الجزع عند المصيبة والهلع في أصل خلقته والمنع عند الخير. بلاء وجد في أصل خلقة الإنسان. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. إلا المصلين الذين اتصلوا بالله وتعلقت قلوبهم به جل في علاه فعرفوه وأقبلوا عليه واستأنسوا بذكره وخشعت قلوبهم بين يديه. هؤلاء ليسوا كذلك، يذهب عنهم الهلع ويذهب عنهم الجزع ويذهب عنهم المنع، فيصيرون عبادا صالحين
إذا أصابتهم مصيبة رجعوا إلى الله واستكانوا إليه، وإذا أصابهم خير أعطوا وبذلوا ولم يمنعوا. وهكذا الله جل وعلا أخبرنا أن الفلاح الذي هو الظفر بكل خير وأعظمه دخول جنة الله أنه مرتهن بعدة أوصاف، أولها في قول ربنا جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الذين هم في صلاتهم خاشعون، وهل يتأتى الخشوع ممن لا يهتم بها ولا يعظم شأنها ولا يؤديها إلا إذا كان الوقت ملائما؟ أما إذا كان في عمل دنيوي أو يتابع أمرا في جهاز الرائي وهو التلفاز كمباراة لكرة القدم أو يشاهد أمرا آخر، فإنه لا يهتم بصلاته وربما يكدس صلواته على بعضها. هل هذا ممن ينال فضلها ويدرك أجرها ويحقق قيمتها وثوابها وخيرها وينال بركتها؟ لا والله، إن من يريد أن يستفيد من صلاته أول أمر لا بد أن يضعه نصب عينيه أن يعظم صلاته بقلبه، وأن يعرف أن الصلاة من أجل العبادات وأعظم الطاعات وأفضل القربات التي يحبها رب البريات، لا سيما إذا كانت في وقتها، إذا كانت مع جماعة المسلمين في المسجد. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال: من صلى صلاة الصبح، وما أكثر من يضيع صلاة الصبح ولا يصليها إلا بعد طلوع الشمس. كم ضيعوا وكم خسروا وكم فاتهم. من صلى صلاة الصبح لم يزل في ذمة الله حتى يمسي، أو قال: كان في ذمة الله حتى يمسي، أي كان في حفظه وكلاءته ورعايته. قال: فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. فمن يطلبه الله من ذمته بشيء يكبه في النار على وجهه. هذا الذي صلى الصبح، وليس في هذا الحديث في جماعة، بل صلى الصبح مطلقا، فكيف بمن صلى الصبح في جماعة؟ فهو في حفظ الله، فمن اعتدى عليه أو تعرض له أو أراد أن يضر به فإن الله عز وجل ينتقم منه. فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، لأن هذا الذي صلى الصبح في ذمة الله، ومن طلبه الله أكبه في النار على وجهه عياذا بالله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل الصلاة قرة عيوننا، وأن يجعلها فرح قلوبنا وسرور أفئدتنا، وأن يذيقنا حلاوتها وأنسها وخشوعها. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، وخالق الخلق أجمعين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وإمام الخاشعين وسيد المتقين، صلاة وسلاما
دائمين إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، إن شأن الصلاة عظيم وقدرها جليل، وإن حاجتنا إليها تفوق حاجتنا إلى الطعام والشراب والنفس. وصدق من قال: والله لو أن الله جل وعلا لم يشرع الصلاة لهلكنا، ولاجتاحتنا الشياطين، ولاستولت علينا الدنيا والغفلة، وكنا عرضة لكل كاسر. لكن ربما يغفل العبد ويشتغل بالدنيا ويحصل له قسوة في قلبه، فإذا جاءت الصلاة وجاءت أنوارها تغيرت أحواله. ولذلك روى الإمام أحمد في المسند وغيره بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الفجر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون وليس عليكم خطيئة. قد لا ندرك فضل الصلاة وتكفيرها للسيئات وأثارها على المسلم، ربما لا نستحضر الأجر والثواب، ولو كان الأجر ماديا يعطى آنيا عاجلا لرأيت أمرا عجيبا. تخيل معي ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تضاعف على صلاة الفرد، أو قال الفرد، ب25 ضعفا. صلاة الجماعة تضاعف على صلاته في رواية في بيته وفي سوقه ب25 ضعفا. كأن سائلا يسأل: ما سبب هذا التضعيف؟ فيأتي الجواب: وذلك أنه إذا توضأ في بيته فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى الصلاة لا يخرجه إلا الصلاة، يعني أنه مخلص يريد وجه الله وأن يصلي، لم يخرج لمصلحة أخرى. قال: لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة، أي في الجنة، وحطت عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه، أي تدعو له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. أي فضل وأي ثواب يحصل للمسلم بالذهاب إلى المسجد، ولو قيل ببدر الخطوات نبدلها بدينارات أو دراهم معدودات لرأيت الطوابير والازدحام، والله المستعان. لكن لما كانت الحسنات خفية ولا يدركها صاحبها ولا يستشعرها إلا بقلب مليء بالإيمان، تغير الحال وتبدل. اعلموا رحمكم الله أن الله جل وعلا أمرنا بأوامر وتعليمات وتوجيهات، ونهانا عن نواهٍ ومحرمات ومنكرات. إن الصلاة بتوفيق الله وعونه سببٌ وعونٌ ومددٌ على المحافظة على الأوامر الشرعية والقيام بما أوجب الله. وفي نفس الوقت الصلاة سببٌ وعونٌ ومددٌ من الله لترك المحرمات والسيئات. أما في جانب الطاعات والقربات، قال جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة. استعينوا على أموركم الدينية وأوامر رب البرية، وكذلك الأمور الدنيوية. استعينوا بالصبر والصلاة، فنعم العون
وأما في جانب المحرمات والمنكرات فقد قال الله جل وعلا: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. سبحان الله، ولذكر الله أكبر. بعض الناس يقول: عندي سنوات أصلي ولم أرى صلاتي تنهني أو تنهاني عن الفحشاء والمنكر. نقول له: أعد النظر في صلاتك وانظر وتأمل وفتش ودقق، فربما كان في صلاتك خلل أو نقص أو ضعف أو عدم تعظيم لها واهتمام بوقتها أو تضيع لخشوعها، فيكون ذلك سبباً لعدم نيل بركتها بأن تكون عوناً على استنارة القلوب، وأن تكون الصلاة عوناً على القيام بأوامر الله جميعاً وعلى ترك ما نهى الله عز وجل عنه. نسأل الله أن يعيننا على أداء الصلاة، ونعوذ بالله جل وعلا أن نكون ممن ضيع الصلاة واتبع الشهوات. اللهم إنا نسألك أن تملأ قلوبنا من محبة هذه الصلاة، اللهم املأ قلوبنا من محبتها وأذقنا حلاوتها وأشعرنا خشوعها، واجعلها نورا لنا في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ألا تحرمنا لذيذ مناجاتك فيها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المصلين، اللهم اجعلنا من عبادك الموحدين المصلين الذين يدركون قيمة هذه الصلاة ويدركون شرفها ومنزلتها، والذين قبلت صلاتهم. اللهم تقبل منا صلاتنا وأعمالنا وطاعاتنا، واغفر لنا ذنوبنا وسيئاتنا وأوزارنا. اللهم إننا نسألك أن تؤلف ذات بيننا، اللهم ألف ذات بيننا ووحد كلمتنا واجمع صفنا. اللهم إننا نسألك أن تجعلنا إخوة متحابين. اللهم إننا نعوذ بك أن نتصارع لأجل الدنيا وأن نتقاتل لأجلها وأن نسفك الدماء لأجلها. اللهم إننا نسألك أن تجعلنا إخوة متحابين متآلفين متعاونين على كل خير. اللهم إننا نسألك أن يؤول أمرنا إلى اجتماع كلمتنا ووحدة صفنا وبناء بلادنا. اللهم من كان له نية صالحة طيبة ومقصد حسن ويريد الخير للبلاد والعباد، اللهم وفقه إلى كل خير واهده إلى كل بر ومكن له يا رب العالمين. ومن كان بخلاف ذلك اللهم إننا نسألك أن تكفينا شره وأن ترد كيده في نحره. اللهم إننا نسألك أن تبعده عن البلاد والعباد وأن تبعد شره علينا يا أرحم الراحمين. اللهم إننا نسألك أن تغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب سميع الدعوات. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن محمدا
استووا اعتدلوا حرصوا سوره الخلق لا تزال فرجات للشيطان الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا مالك يوم الدين إياك نعبد